المكونات فراخ طبعا احنا مقطعينها فراخ مشويه او صدور فراخ مشويه مقطعينها صوابع، كزبره خضراء، صويا صوص، مشرومز، هريسه، فلفل احمر وفلفل اخضر، بصل اخضر، زيت سمسم، خل احمر، سمسم، حبوب سمسم، مرقه وجزر وشويه سكر بني. مكونات كتير شويه بس هنعمل ساندويتش مش هياخد مننا وقت على طول. بس حاجه نجيب سخنا شويه زيت صغيرين، نحط فيه مشروم، شويه صويا. الصويا صوص دايما بيبقى كويس مع المشروم وبيديله طعم حلو جدا وبيبين طعم المشروم كمان. فلفل اخضر، تقليبة، ملح، فلفل أحمر، نشيل بس من على نار سنة، نحط خل أحمر، نحط الفراخ، نرجع تاني، جزر، بصل أخضر، نزود صويا صوص، جاهزين بالمرقة. سكر بني، حط بس رشتين كده، زيت السمسم، شوية بصل أخضر تاني، كزبرة خضراء، نحط الهريسة، سمسم من على الوش،